ايش الكينيماتكس؟ علم الحركة، علم الحركة اللي هي study of the motion of bodies بدون ما اطلع على الفورسز اللي بتسببهم. ما بهمني الفورس اللي بتسبب، يعني كأني بتظاهر انه انا ما لي علاقة بالفورس اللي بدها تسبب حركة الجسم، انا بس مهتم بحركة الجسم. هذا بهمنا كثير في المادة هاي، بهمنا كثير هاي، لانه بهمنا نعرف الجسم كيف بتحرك، change of speed against time. فالكينيماتكس اذا بدنا نعرفه هو study of the movement of bodies without considering، يعني ما بتطلع على قانون نيوتن الثاني، ما بهمني قانون نيوتن الثاني، ما بتطلع على F بتساوي ما، شو الفورس اللي سببت هذا الاكسلريشن، without considering the forces that caused them. ما بهتم بك. اذا هون عاده بالكينيماتكس راح يهمني دي ديستانس، راح يهمني في، راح يهمني اي، وراح يهمني جي. اوكي اكدتوا بتاخذوا في الماشينري، بتدرسوه بالماشينري، راح ندرسه بتفصيل، بتفصيل شديد، راح ندرسوا الكينيماتكس والحركه، لانه انا بهمني من الدرايف سيستم، الدرايف سيستم راح يحقق موشن وراح يعطيني سبيد وراح يعمل اكسلريشن. اذا انا بهمني الكوانتيتيز، ما بهمني كثير الماس، ما بهمني كثير الفورس. بالستاتكس، ايش الستاتكس؟ بقولوا نوت ان موشن، بس بدرس الفورسز اللي بتسبب عدم الموشن، ما فيش موشن. اذا study of the forces، هل تعريف من عندي بعرف شنو مضبوط ولا لا، the forces that affect under، خلينا نقول stand still conditions. العمارة تبعتي بتمنى انها تضلها ثابته، مش هيك؟ فاللي بيجي بيصمم العماره وبيصمم الهاي بده يكون ستاتكس، بده يشوف الفورس اللي بتاثر على الفورس اللي بتاثر تخلي هذا الجسم ثابت مكانه. في حين الداينامكس، هلا هون الداينامكس من هذا ستادي اوف ذا موشن اوف بوديز اند ذا فورسز، هون بهمني اعرف الفورسز. And the forces that cause. الكينيماتكس هو الكينيتيك. هلا الكينيتيك هي اسم للانرجي. هلا ما مش انه مثلا وحده، لا لا لا، هي خلص احنا بس سميناها كينيتيك انرجي. كينيتيك انرجي، كينيتكس لما نقول كينيتكس ايش يعني كينيتكس؟ والله ما بعرف.